كانت علاقات الصداقة بين البلدين، مضيفا أن البلدين يحتاجان بعضهما. وقال أيضا لودريان: بلدانا يحتاجان لبعضهما، ويبقى تشاورنا ضروريا حول المسائل ذات الاهتمام المشترك. وأردف بالقول: لقد جئت إلى الجزائر لإبراز العلاقات المتينة بين بلدينا. فبالنسبة لفرنسا، تعد الجزائر شريكا من المستوى الأول بسبب الروابط الإنسانية المتعددة التي تجمعنا عبر المتوسط، مضيفا: علاقتنا ثرية ومتعددة، خاصة في مجال التبادلات الإنسانية والتربوية والعلمية والتعاون الاقتصادي والرهانات الأمنية، بالإضافة إلى المسائل الإقليمية. خلاصة القول: العلاقات الثنائية إذن بين الجزائر وفرنسا بعد ثالث زيارة للوزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر تأخذ نفسا جديدا. محاور النقاش: اثنين، الدبلوماسية الجزائرية، التسوية السياسية للأزمة الليبية في إطار الشرعية الدولية. لودريان: الجزائر شريكا هاما بالنسبة لفرنسا في تسوية الأزمات الإقليمية. يحضر معنا عبر السكايب لمناقشة هذا الموضوع الأستاذ فيصل مقدم، أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسية بجامعة تيزي وزو. أهلا بك سيدي الكريم، وشكرا لقبولكم هذه المداخلة. أهلا أستاذ طارق، وشكرا على الدعوة، وجمعة مباركة إن شاء الله. جمعة مباركة أستاذ. سيدي الكريم، ثالث زيارة لجون إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر، ولقاء مع رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون وأيضا وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم. في البداية، ربما ما هي قراءتكم الدولية لكل أو لمخرجات هذا اللقاء ولمخرجات هذه الزيارة ولتصريحات أيضا التي تابعتها معنا سيدي الكريم قبل قليل لوزير الخارجية الفرنسي؟ نعم، يعني بعد بسم الله الرحمن الرحيم، قبل أن نخوض في ضمن الأزندة الزيارة وكذا المضامين والتي الملفات التي تكون محور المناقشات بين الرئاسة بين الدبلوماسية الجزائرية والدبلوماسية الفرنسية، هذه لابد أن نقول أنه في سياق العلاقات الدولية هناك دائما يعني تزامن، والتوقيت يعني له أكثر من دلالة. فالزيارة تأتي اليوم لوزير الخارجية الفرنسي لودريان، تأتي مع الإنزال الدبلوماسي الذي شهدته الجزائر مؤخرا. شفنا هناك إنزال دبلوماسي الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك من رئيس الحكومة الإسباني، وحتى الزيارة الصينية. هذا الإنزال يعني جعل من فرنسا تتحرك على أكثر من صعيد لإعادة بعث العلاقات الثنائية في بين الجزائر وفرنسا من جهة، لكن الزيارة تأخذ حصة الأسد حول الطابع الإقليمي، يعني البعد الإقليمي والمقاربة الأمنية التي تحاول فرنسا أن توحد الرؤى مع الجزائر، هي التي أخذت حصة الأسد في هذه الزيارة، خاصة إذا شفنا أنه ارتكزت على الملفين في المنطقة، هم الملف الليبي وكذا الملف المالي، التي تتوحد الرؤى الفرنسية الجزائرية في حله. يعني انتهاج الحل السياسي هو موقف كل من فرنسا والجزائر في المنطقة. في هذا السياق، جون إيف لودريان قال واصفا الجزائر بقوة التوازن التي تفضل الحل السياسي للأزمات في إطار متعدد الأطراف. كيف تفسرون التقارب على محور الجزائر باريس الآن بتقارب وجهات النظر فيما يخص تسيير الأزمات الإقليمية؟ نعم، في ذات السياق فرنسا تحاول تثمين الدور الجزائري، الدور المحوري في المنطقة، كونها بلد جار وتركز على دول الجوار، لأنه إذا شفنا أنه كل المبادرات التي كانت هنا وهناك كانت يعني أحادية ولم تثمر ولم تعطي نتائجها، وحتى لم ترتب أي أثر قانوني سواء في المنطقة أو تجاه الأطراف تاع النزاع. وبالتالي يبقى موقف الجزائري هو الموقف الثابت في إيجاد التسوية السياسية السلمية للفرقاء الليبيين عبر انتخابات تشريعية تضم كل شرائح المجتمع الليبي دون إقصاء. وبالتالي المنهج الجزائري اليوم أصبح يعني محل اهتمام كل الدول الأوروبية، وخاصة فرنسا التي تعول على الجزائر
كبلد محوري وكبلد فعال ودبلوماسيته النشطة التي تتحرك بحذر وبفطنة وتعول على الحل السياسي، وتنبذ دائما التدخلات الأجنبية التي تزيد وتؤدد من الوضع بدلا من حل حالته. يمكن القول بأن الخارجية الجزائرية الآن في هذه الفترة، تدر منك سيدي كريم، يمكن القول بأن الخارجية الجزائرية في هذه الفترة دبلوماسية متوترة في وضع دبلوماسية هادئة في وضع إقليمي متوتر. نعم، يعني الدبلوماسية الهادئة هي التي تساعد أيضا في تقريب وجهات النظر، خاصة بين الفرقاء سواء في مالي أو في ليبيا أو حتى الدول الفاعلة إقليميا. نعم، يعني الجزائر تحاول إشراك دول الزوار، تحاول إشراك كل من تونس وكل من مصر لإيجاد مخرج للأزمة وللمشهد الليبي، وهي تعول على الحل السياسي بدبلوماسية كما قلنا هادئة تجمع الفرقاء الليبيين وكل الأطياف التي تشارك في الولوج إلى انتخابات، يعني تضم كل المجتمع الليبي، ويبقى الحل الليبي هو المخرج الوحيد والمتفق عليه، لأن الجزائر دائما تنادي بالشرعية الشعبية الليبية تحت مظلة الهيئة المتحدة. يعني إذا كان هناك امتزاج بين الشرعية الشعبية تحت مظلة الشرعية الأممية والشرعية الدولية، هذا ما تنتهجه الجزائر، لأنها تحترم مبادئ القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة ذات الصلة، وحتى مبادئ الاتحاد الإفريقي لتسوية النزاعات بطرق السلمية لا سيما الفصل السادس منه. جميل، كيف يمكن في خضم كل هذا سيدي الكريم، كيف يمكن قراءة الملفات الإقليمية، الملف الليبي والملف المالي أيضا، وإلى أين تسير الأمور في ليبيا وفي مالي؟ بالنظر، قلت لك سيدي الكريم، بالنظر إلى كل هذا، إلى هذا التقارب في وجهات النظر بين فواعل إقليمية ودولية، تحدثنا عن تقارب وجهات نظر بين الجزائر وفرنسا، بين الجزائر وتركيا أيضا، بين الجزائر وإيطاليا، بين الجزائر وإسبانيا، خاصة فيما حتى بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص الأزمات الإقليمية، فيما يخص الأزمة المالية والأزمة الليبية. بالنظر إلى كل هذا، إلى أين تسير الأمور في مالي وفي ليبيا سيدي الكريم؟ يبدو أن الاتصال بالأستاذ مقدم انقطع عبر تقنية سكايب للأسف. على كل سنعود إلى هذا الموضوع وإلى مواضيع ذي صلة أكيد في مواعيدنا الإخبارية.